القبر ما زال مفتوح. لا بقى. صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا شيء. عندما يغلق القبر ان شاء الله نبدا في الدعاء. ونبشره كذلك برعايته لطلاب العلم وبالمتعلمين والمعلمين. فقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فكم من الطرق يسرها لطلاب العلم برعايته ومساهماته العظيمه لطلاب العلم في كل مناحي ونواحي العلم. فله طريق ممهد بفضل واذن من الله الى الجنه. ونبشره كذلك بالصدقة الجارية وبالثواب الذي لا ينتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل ثواب يزداد يوما عن يوم، كما أخبر النبي: كما يربي أحدكم خلوه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكم من الصدقات الجارية التي تركها: معاهد ومدارس وجامعات وكليات وأكاديميات ومساجد إلى غير ذلك من هذه الأعمال التي ثوابها قائم ودائم. وكذلك كم من العلم الذي يشهد له أمام الله عز وجل لأنه رعاهم وتكفل بهم ووصلوا إلى الدرجات العلى في العلم، فهو في ميزان حسناته وولد صالح. وكل أبناء مصر أبناء له يدعون له ليلا ونهارا. وأخيرا نبشره بمجاورته للحبيب صلى الله عليه وسلم، لأننا تعلمنا من أخلاقه الطيبة ومن أدبه الجم ومن تواضعه العظيم. فقال الحبيب: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. أيها الأحباب، نشهد له بالخير، وأنتم شهداء الله عز وجل في الأرض، وأنتم شهداء، فنشهد له بالخير، ونشهد له بمساهماته العظيمة الجليلة ومسارعتي في فعل الخيرات. إني داع فأمنوا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أكرم نزله، اللهم أكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لقنه حجته، اللهم لقنه حجته. شهد لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة ومات على ذلك، فاغفر اللهم له وارحمه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. كما أكرمته فوق الأرض فارحمه تحت الأرض، واغفر له يوم العرض. اللهم ارفع له الدرجات، وزده في الحسنات، وتجاوز بفضلك عن السيئات. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، زده إحسانا على إحسانه، زده إحسانا على إحسانه، زده إحسانا على إحسانه، وعامله بفضلك لا بعدلك، وعامله بإحسانك لا بميزانك. اللهم عامله بفضلك لا بعدلك، وعامله بإحسانك لا بميزانك، وعامله يا ربنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اجعله في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اجعله في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. يا نسقيه من يد حبيبه شربة لا يظمر بعدها أبدا، لا يظمر بعدها أبدا. اللهم قه فتنة القبر، وقه عذاب القبر، وقه عذاب النار، وأدخله الجنة مع الأبرار في سدر مخضوب، وطلح منضود، وظل منضود، وماء مسكوب.
جسده أعلم. اللهم آنس في القبر وحشته، وارحم اللهم غربته، وأجد